من الجدران إلى الشجر. معقول تشتي بقاب وتتلج على الدنيا كلها والشمس بلحظة الغياب توقف جمعة بمحلة؟ معقول أن تأتي إلى مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث وتراه فارغاً بعدما كان المواطنون يقفون فيه جمعة بمحلهم؟ قرار صادر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق يقضي بتمديد العمل بالإفادات الصادرة عن شركة فال خلال عام 2017 واعتبارها صالحة لاستيفاء رسوم الميكانيك لعام 2018 قلب المشهد رأساً على عقب، ما انعكس إيجاباً على المواطنين. بغير أيام لأنه العجقة ما بتخلص يعني للساعة 4-5 أو أكثر يعني. قالوا لي الساحة فاضية، ما في عجقة ولا شيء، فيك بخمس دقيقة تعمل معاينة وتفل. حتى الرسوب لم يعد كابوساً. هلأ رايح شوف من شو صار. بس مبسوط. أكيد مبسوط أنه ما في عجقة، يعني حتى المراجعة هلأ دقيقتين ثلاثة تضطر أنه تخالف القانون لأنه في عجقة، بس مش أكثر من هيك. هلأ موسيقى ورواء. أكيد رواء كتير. هيدا أكيد ما بتتكرر. فرحة المواطنين تترجم خوفا وتساؤلا عند الموظفين. هذا حل مؤقت يعني، أتمنى أنه يكون في حل جذري للموضوع، يفتح مراكز جديدة خففوا ضغط على الموظفين وعلى المواطنين كمان بذات الوقت. ما شهران أو إذا تطورت الأمور صار تسكرت المعاينة أو صار في شيء نحن بنصير بلا شغل يعني. نحن هون في 400 عائلة، غير في قطاعات كمان مرتبطة فينا من تأمين إلزامي من الناس بتعمل بالميكانيك. بشتغل بصلح سيارات للمعاين. هلأ هيدا الموضوع اللي صار ضرنا كثير، مثل ما هيك شايف الشغل نزل بحدود 99%. هيدا الشيء لازم يلاقوا له حل بغير هاي الطريقة، إنه تعفي الناس من المعاينة. اللي ما بده يصلح سيارته بهيك قرار بكيف، بيدفع ميكانيك مثله مثل اي سياره، مثل اي سياره جديده. هذا الموضوع فيه كذا شغله، فيه ما بدنا نحكيهم هلا انه ليش اتخذ هذا القرار. كرمال انتخابات قصدك، بس مش اول مره بيطلع هالقرار. سنه يا خيي كان في مشكله مع النقل البري، بس هذا شيء ما لازم يكون دائما تتعود عليه انه والله كل ما صارت مشكله خيي خلص بلا معاينه. تأمين مراكز أخرى يخفف من زحمة الآليات، ما يساهم بالتالي في خفض نسبة التلوث التي يتنشقها الموظفون يوميا، ويخفف عن المواطنين عناء الانتظار كي لا تبقى الحلول المؤقتة دائمة في وطن اعتاد التمديد. غدي بوموسى، قناة الجديد.